بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور محمود حسين، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة جامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية، لاستكمال الكورس بتاع الفاونديشن انجينيرينج 2، وده اللي مقرر على المستوى العاشر في قسم الهندسة المدنية. إن شاء الله النهاردة هنخلص آخر شابتر في الكورس بتاعنا اللي هو Design of Retaining Walls. أول بارت في الكورس في الشابتر بتاعنا دوت اسمه Retaining Walls Application. يعني إيه؟ يعني التطبيقات بتاعة Retaining Wall. Retaining Wall إحنا بنستخدمها في تطبيقات كتير جدا، منها اللي إحنا هنذكرها على سبيل المثال. لو أنا عندي Highway، يعني في طريق ماشي كده وفي مبنى هنا، لو مفيش الريتيننج وول ديت، التراب اللي هنا او السويل اللي هنا يحصل لها انهيار. فانا بحط الريتيننج وول ده ليه؟ عشان يسند السويل ما يحصل لهاش انهيار. حاجة تانية عندي، لو انا بعمل بيزمنت او بعمل حاجة اسمها البدروم، البدروم دوت بالنسبة للأسقف بتاعته هي اللي بتتعرض للأوزان بتاعت العربيات، ولكن الحوائط الخارجية للبدروم بيبقى عليها الإرث بريشر بتاع السويل دوت، فلازم أصمم الحوائط ديت إن هي تقاوم الضغط الجانبي لمين؟ للسويل، وبالذات لو كان عندي كمان إيه؟ هاي رايز بيلدينج، فالدنيا هتبقى مختلفة خالص. أبليكيشن تاني للريتيننج وول اللي هي الأندر جراوند أو المتروز والساب ويز. طبعاً دي حاجة أساسية، كلها مدفونة تحت الأرض. ماشي، في فوق الاحمال بتاعه العربيات اللي شغاله فوق مفيش مشكله، او قطر شغال فوق مفيش مشكله، لكن انا بتكلم دلوقتي بالنسبه بقى للنفق اللي عندي دوت. لو انا ما صممتش الحوائط ديت ان هي تقاوم الضغط الجانبي من السويل ديت، هيحصل لها انهيار على النفق بتاعنا. يعني زي ما انت شايف في ريتيننج وول حصل لانهيار في سترايك كان سنه 2012 بسبب عدم تصميم الريتيننج وول مظبوط. إن شاء الله في الأجزاء القادمة هنبتدي نتعرض للأنواع بتاعة الريتيننج وول، وإزاي نعمل لها استابيليتي، وإزاي نصممها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.